نشوف بقى حفل الإعلان عن رعاية بطولة كأس السوبر المصري اللي هيقام في دولة الإمارات الشقيقة. طبعا على النادي الأهلي حصل على جائزتين مهمين جدا، الفريق الأكثر تتويجا ببطولة السوبر المصري برصيد 13 بطولة، وتسلم عمرو فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة فريق الأكثر تتويجا بالسوبر المصري من قبل الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى وسيف الوديري طبعا رئيس شركة برزنتيشن. كما فاز النادي الأهلي أيضا بجائزة الفريق الأكثر مشاركة في السوبر المصري، أيضا جائزتين كبار. وده يعني التعليق الوحيد إن هو ده النادي الأهلي. الأهلي هو بطل أو البطل التاريخي لأي بطولة بيدخلها أو بينافس فيها. الأهلي بيركز دايما على أهدافه، وأهداف النادي الأهلي دايما هي المركز الأول في كل البطولات اللي بيشارك فيها. تعال نشوف لقاء مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري لكاميرا قناة النادي الأهلي، وهنرجع نكمل كلامنا. بطولة مستحدثة لسه برضو بنترقب مولود جديد أحد بطولات الاتحاد الكرة المصري، السوبر بين أربع فرق، يعني زي ما بقول لك دورة قصيرة، يعني مباراتين ومباراة تانية على طول النهائي. ممكن شفنا النسخة دي بدأت تظهر في الصورة من خلال حتى أبطال الدوري الأسباني والدوري الفرنسي، يمكن أمور تطورت، لكن هي برضو بتزيد مساحة الشغف والحماس والبحث عن بطولات جديدة وتسويق الكرة المصرية بشكل أو بآخر. نتمنى طبعا ممكن ملامح البطوله واضحه بتاهل بوجود الاهلي وبيراميدز وبطل كاس رابطه سيراميكا، فاعتقد انه احنا هنشوف النهارده الملامح عامله ازاي. الطرح هيكون والرؤيه من خلال اتحاد الكوره ومجلس ابو ظبي، اعتقد يعني الشراكه اللي تمت بصوره باخرى حاجه مميزه جدا. خلاص اصبحت بالنسبه لنا ابو ظبي والامارات والقاهره جزء لا يتجزا، يعني من دايما بنشهد المباريات الكبرى الاحداث الكبيره جدا بتبقى الكرة المصرية حاضرة فيها. نتمنى إن شاء الله نشوف سوبر مميز ونشوف ظهور جيد لكرة القدم المصرية واكتساب شعبية هي الأفضل والأكبر، بإمكاننا نحن نروح في مكان أفضل من كده إن شاء الله. بطل البطولة دي عاد مباراة وظروف. أنت عارف إن الموسم صعب جدا علينا السنة دي، مش على الكرة المصرية بصفة عامة. أنت عندك حجم من الأحداث مرعب ومرهق، حتى الناس اللي كانت بتتكلم اتكلمت، يعني منى قصيري وقال لك إزاي ألعب ثلاث مباريات في 10 أيام، حجم الإرهاق. ثانيا شوف أنت عندك دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، الدوري الافريقي، عندك تصفيات كاس العالم، عندك امم افريقيا 2024، عندك اولمبياد باريس، عندك الدوري المحلي، عندك كاس قديم وكاس جديد. قولي لي بقى هتجيبي بقى يعني على الاقل متوسط هيدخل في حدود 77 الى 80 مباراه لاعب بحجم لاعب النادي الاهلي. فاعتقد انه المنافسه دي هتكون، لانه كل مباراه ليها ظروفها ما اقدرش اجزم، لكن الاقرب ليها الاهلي وبيراميدز في الاحداث، وياتي بعد ذلك ربما اذا شارك نادي الزمالك طبعا هيكون اكيد متوقع انه لو شارك هيبقى يعني، لكن في قرار اتقال يمكن تصريحات للاستاذ عامر حسين، لكن ممكن الامور يحدث فيها امور والزمالك يفوز بالكاس هتضطري انك انت هيبقى في قرار. هل لو فاز بالكاس خلي بالك ده ملوش علاقه بانسحابه البطوله اللي فاتت، هنا بقى قرار واضح وان اتحاد الكوره التزم بقراراته وده نحترمها ونقف جنبها ونقول ده حاجه كويسه جدا، لكن في حاله المنافسه دي هيبقى الاهلي وبيراميدز هم الاقرب للعب مباراه فيصليه مفصليه لتحديد البطل الاول لاول بطوله للسوبر ودوري السوبر الجديد للكره المصريه. قدر النجاح هو اللي دفعك انك تستمري وتعملي نسخه جديده موجوده هناك، ناس بيقدموا كل شيء، بيقدموا شيء بشكل احترافي كبير جدا، في عمل مميز بامانه يعني يستحق عليه. ثانيا وجود الجاليه المصريه الكبيره وجماهير اللي بتنتمي للانديه الكبيره بتبقى عامله حافز وعامله شيء مهم جدا وبيدي للبطوله طعم. انت هنا كلنا بنتكلم نفسنا المدرجات نشوفها في اللحظه اللي احنا بنشوفها حاليا، التطوير الكبير اللي طار على التصوير والشكل المميز، نفسنا تكتمل الصوره بحلاوه وجود الجمهور، لانه الجمهور هو اللي بيدي طعم الكره. فاعتقد لولا هذه النجاحات ما كان ياتي لتنظيم بطولات اخرى، لما كان ياتي تنظيم معسكر منتخب الوطن اللي هيبدا في 9 اكتوبر وتلعب مباراتين مهمتين جدا مع زامبيا والجزائر في اطار الاستعداد لانطلاق تصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا ونهائيات افريقيا. اعتقد انه الأخوة في أبو ظبي هناك تطور هائل، ومش عيب ان احنا نتعلم، ومش عيب ان احنا نستفيد، ومش عيب نشوف الخبرات ونشوف الناس دي وصلت مين، لانهم اعطوا العيش لخبازه زي ما بيقول. الحقيقة كلام مهم جدا من الناقد الكبير محمود صبري. اي حد دلوقتي هيبقى واخد باله من كم المباريات اللي داخل على النادي الاهلي، اي حد هيبقى واخد باله من الاكثر من بطولة اللي هيبقى في نفس الوقت مشارك فيهم النادي الاهلي، وتقريبا هيبقى ساعات هيجي وقت الاهلي هيلعب كل 48 ساعه مباراه.
وده هيبقى اغلب الموسم. خلي بالكم احنا عايزين بس سياسه الروتيشن لمستر كولر المتبعها دي، ده هو الراجل بيريح لعيبته وبيعمل روتيشن عشان كمان بعد كده اي حد محتاجه يبقى موجود وجاهز. لكن احنا عايزين بس ما نضغطش لاعبينا بقى في المباريات اللي هتتاجل دي كلها، ناخد بالنا من النقطه دي، نقطه مهمه جدا. هيبقى في تاجيلات كتير قوي، وهيبقى الدوري قوي جدا المره دي. الدوري كمان انا واثق انه هيبقى قوي قوي، في فرق كتير جدا جهزت فرقها كويس قوي. الماتشات المؤجله دي لازم يبقى ليها جدول زمني كويس مناسب للبطولات الكتير اللي فيها النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا، ان اي حد هيتكلم دلوقتي بيتكلم في ضغط المباريات اللي احنا داخلين عليه، لكن انا بتكلم فيما بعد، بعد ما يتاجل لنا ماتشات، لان احنا هيتاجل لنا ماتشات كتير. يعني اول قرار خده الكاف بعد الفرق ما خلاص تعرف مين اللي هيشارك في دوري السوبر، واحد كل الفرق اللي هتشارك في دوري السوبر هيتوقف لها او هتبقى معفاه من ماتشات الدوري في بلادها. فبالتالي الماتشات دي كلها هتتاجل، ما هتتلعب. هتتلعب امتى بقى؟ ده نقطه مهمه جدا من دلوقتي. يبقى اتحاد الكره او رابطه الانديه عامله حسابها ان التاجيلات دي كلها تبقى بجدول زمني مريح للنادي الاهلي في عدد البطولات الكتير اللي بيشارك فيها دي. ده كان تعليق صغير يعني بس.